أدعوكم الآن الحضور الكريم لمتابعة هذا الفيلم القصير الذي يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين في مناطق الصراعات حول العالم، وأهمية البدء سريعا في عمليات الإعمار المستدام. خسائر في الأرواح، إصابات لم تتوقف بعد، كانت كفيلة لأن تهتز لها أنظمة العالم الصحية والاقتصادية والسياسية معا أمام جائحة فيروس كورونا المستجد. ولكن ماذا عن حجم الخسائر التي تخلفها الوتيرة المتسارعة للصراعات المسلحة في عالمنا اليوم، بزيادة في أعداد اللاجئين والمهاجرين جبريا تصل إلى 82 مليون شخص، وبلغ عدد المعرضين لخطر المجاعة بسبب احتدام الصراع 100 مليون شخص، بالإضافة للتضرر الشامل لسكان مناطق تلك الصراعات. كم مليون ماتوا في أفغانستان؟ كم مليون ماتوا في العراق؟ كم مليون ماتوا في سوريا وليبيا والدول التانية؟ مين يدفع الثمن ده؟ أليست هذه الأرقام الهائلة والأعلى في التاريخ أشبه بجائحة تصل حد المأساة الإنسانية؟ نحن اليوم أمام 235 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العالم، والتعثر في إنهاء الصراعات يجعلهم أمام مصير مجهول. يا ترى الطفل أو الطفلة اللي قعدت 9 سنين في معسكر لاجئين ده هتطلع شخصيتها عاملة ايه؟ وامام هذه التغيرات المعاصرة والصراعات المتلاحقة، بات تطور مفهوم اعادة الاعمار امرا حتميا، ضرورة ادركتها الدولة المصرية من منطلق واجبها الانساني كجزء لا يتجزأ من امنها القومي. وهو ما نراه جليا في حضور مصر الفعال في القضايا العربية والافريقية بدبلوماسية تنموية تستعيد بها موازين القوى في مناطق صراعات بات بها الدمار مألوفاً، وآخرها في قطاع غزة. وذلك بعد الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار في مايو 2021، ومن ثم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح الإعمار في قطاع غزة، مع إتاحة الفرصة للشركات الفلسطينية المحلية جنباً إلى جنب مع الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار والإسهام في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة وتخفيف العبء عن الفلسطينيين وعودة الحياة إلى طبيعتها. وحتى الآن ما تم من المرحلة الأولى هو إزالة ورفع أكثر من 85 ألف متر مكعب من الركام خلال 65 يوماً، وبدء أعمال المرحلة الثانية بتطوير الواجهة البحرية للكورنيش شمال غزة. وتبقى المرحلة الأهم، ألا وهي تعزيز الاستدامة بما يمنع عودة الصراع مرة أخرى. إن التحديات الجديدة التي تواجهها عمليات إعادة الإعمار في العالم بعد جائحة صحية ممتدة وتغيرات مناخية تنذر بأن أسوأ الأزمات لم يأتي بعد، وسط صراعات متصاعدة داخليا وخارجيا خلفت وراءها اقتصادات هشة وبنية أساسية مدمرة، مما يستدعي مزيداً من دعم المجتمع الدولي لعمليات الإعمار في المناطق المتضررة من الصراعات. التضافر والمشاركة بين كافة المنظمات والهيئات والشركات الدولية الفعالة متعددة الجنسيات، فلم يعد هناك متسع من الوقت أو الإمكانيات المادية لتحمل تكلفة تدوير الصراعات مرة أخرى، لكن يظل الأمل موجوداً. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives.